الله ونبدأ الحديث بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة مولد النبي الشريف. دور الروشن السعودي أو الدور السعودي للمحترفين كلهم بيفاجئنا بمباراة قوية، مباراة على الحدث، تكتيك ونظام ولعيبة وكل حاجة فيه ممتعة بجد. كل ما بشوف فيه مباراة بطلع أتكلم فيها. النهاردة شفت مباراة النصر والطائي، مباراة كانت معقدة شوية على نادي النصر بكل نجومه، بس قدر كالعادة نجمهم وقائدهم كريستيانو رونالدو اللي كل يوم بيحقق أرقام جديدة ومفيش مباراة بتعدي من غير أهداف، إنه يسجل هدف الفوز عن طريق ضرب الجزاء بعد ما ضيع سلم الفرص، سواء 3 فرص في الشوط الأول وفرصتين في الشوط الثاني مؤكدين، لكن الكرة كانت مع عنده رغم انه عامل اسيست في الهدف الاول اللي جابه تاليسكا، غير كمان انه كان ليه كوره في العارضه في الشوط الثاني، لكن الدنيا ما كانتش معاه احسن حاجه وكان التوفيق غايب عنه. لكن بخبره السنين وكقائد فعلا بيخش على ضربه الجزاء ويقدر يسجل الهدف الثاني عشان يقدر ياخد 3 نقط لفرقته، بيصعدوه للمركز الثالث ب 18 نقطه. طبعا المتصدر الهلال بعد فوزه على الشباب 2-0 قدر يوصل للنقطة 20، وفي المركز الثاني الاتحاد اللي عنده، وفي المركز الثاني الاتحاد اللي عنده 19 نقطة، في المركز الثالث النصر والتعاون ب 18 نقطة. دوري طبعا في أول 5 مراكز الفرق بينهم نقطة أو نقطتين، دوري قوي، دوري بيتسم بالقوة. طبعا المباراة كانت خارج الأرض لنادي النصر، بدأت بضغط عالي لفريق الطائي اللي حاول إن هو يسجل، لكن طبعا تألق لابورت في الهجمات اللي عليه ودفاع خط النصر انه يحد من مرمى مهاجمين نادي الطائي. نتكلم عن ثنائية رونالدو وماني اللي بدأت تاخد شكلها الطبيعي، اللعب فيه تنافس فيه كل حاجة، بس الثنائية بقت مرعبة بجد لأي حد. الاتنين بقوا متفاهمين لأبعد درجة، ساديو ماني واخد الجبهة الشمال لحسابه، أسيستات وعرضيات وبيعمل كل حاجة من ناحية الشمال، باعت نفسه خالص عن المناطق الهجومية، حس ان هو جاي يلعب كورة للكورة، مش فارقة معاه ان هو يبقى هداف الفرقة ولا لأ. تاليسكا بيهدف ورونالدو بيهدف، هو متخصص الجبهة الشمال واخدها لحسابه، غسيل ومكوى بالطول وبالعرض بيلعب فيها زي ما هو عايز. الجبهة بقت مكتوبة باسم ساديو ماني، عامل شغل جبار بجد ساديو ماني في الجبهة، بيقدر ان هو يساعد فرقته ان تبقى جبهة شغالة وجبهة فعالة من ناحية الشمال. الشوط الاول كله كان عبارة ضغط النادي الطائي بدون اي محاولات، بيقدر حارس المرمى وبيقدر دفاع نادي النصر ان هو يحد من خطورة مهاجمين الطائي على قد ما قدروا في الشوط الاول، وعن طريق هدف من صناعة رونالدو لتاليسكا اللي بينفرد بالمرمى من ناحية اليمين ويحط الكرة كده وينكشها من ناحية الشمال عشان يحرز الهدف الأول لنادي النصر ويخلص الشوط الأول 1-0 لنادي النصر. الشوط العادي برضو بيبدأ ضغط كالعادة النادي الطائي اللي بتنجح محاولاته على طريق انه ضرب خط الدفاع اللي كان متقدم بتاع النصر في نص ملعبه، ان هو يضرب الخط دوت عن طريق تمريره سحريه بيضرب بيها خط الدفاع كله، بيقدر يلعبها للاعب الاشهب اللي بينفرد بالمرمى وبيحط بيمينه كوره على يمين حارس المرمى بيجيب هدف التعادل. بتفضل محاولات نادي النصر بيرجع تاني يمسك كوره ويستحوذ عن طريق فوفانا وبروزوفيتش ولاعيبه نص الملعب، وعن طريق كوره ثابته من الضغط. تاليسكا بيلعب راسيه في الدقيقه 84 بتيجي في ايد مدافع نادي الطائي، الحكم ما بيشوفهاش او الحكم ما بيحسبهاش اي حاجه عشان الكوره تطلع بره، وعن طريق تقنيه الفيديو الفار بيرجع الكوره وبيرجع تاني يحسب ضربه جزاء لنادي النصر اللي بيتصدلها بكل شجاعه وبيتصدلها بخبره السنين كريستيانو رونالدو عشان يحرز هدف التقدم لنادي النصر عشان المباراه تنتهي 2-1 بفوز نادي النصر وحصوله على النقطه ال 18. رصيد رونالدو بيرتفع ل 10 اهداف كهداف للدوري السعودي او دوري الروشن للمحترفين، وتاليسكا بيحرز هدفه السادس خلال الموسم. كل التوفيق طبعا للكره السعوديه اللي بتمتعنا بمباريات فعلا قويه تضاهي الدوريات الاوروبيه، ما بقاش في اي فرق بينها وبين اي دوري في العالم، بتقدر تتفرج على كوره ممتعه، نجوم فعلا حقيقيين بيمتعونا كوره في اثناء المباريات. كده خلصت كل كلامي، واللي وصل معايا لحد هنا ولسه ما اشتركش في القناه يا ريت حالا تنزل تشترك في القناه وتفعل علامه الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول، وما تنسوش لايك وشير للفيديو ودعم ليا ودعم للقناه. استنوني في فيديو جديد، سلام. We'll be right back.